بعد سنوات من الفوضى الكبرى التي عمت المغرب عقب وفاة السلطان القوي المولى إسماعيل، جاء السلطان سيدي محمد بن عبد الله بمنظور جديد للسلطة، وسعى لبناء الدولة المغربية على مفاهيم جديدة أهمها الانفتاح على البحر والتفكير في البحر كإمكانية للعيش. من يكون هذا السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي بنى المغرب الحديث؟ وبماذا تميز حكمه؟ ولماذا حاول الانفتاح على البحر؟ وبماذا تميزت سياسته الخارجية؟ ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. أجمعت جل المصادر التاريخية على اعتبار السلطان محمد بن عبد الله الذي حكم ما بين 1757-1790 منقذ الدولة المغربية بعدما تلاشت هياكلها بعد وفاة السلطان المولى إسماعيل، إذ قال عنه المؤرخ الضعيف الرباطي: السلطان الأسعد وشمس الزمان وروح عالم الإسلام وظل الله على العباد. وأشار المؤرخ عبد المجيد القدوري في كتابه المغرب وأوروبا ما بين القرن 15 والقرن 18 مسألة التجاوز إلى أن الكتابة التاريخية المعاصرة استمرت كذلك في الاتجاه في التنويه بهذا السلطان، الأمر الذي دفعه للتساؤل عن الدوافع التي كانت وراء هذا الإجماع حول هذا السلطان. هل لأن السلطان محمد بن عبد الله كانت له إرادة حقيقية في تحديث المغرب أن الأمر لا يزيد عن وصوله في ظروف كان فيها المغاربة في حاجة إلى الاستقرار؟ عرفت الأوضاع في أوروبا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر انهيار النظام القديم الذي تجسد سياسيا في الثورة السياسية واقتصاديا في الثورة الصناعية، حيث نهضت البرجوازية كل القيم التي كانت تعاكس مصالحها وقاومت احتكار الدولة للاقتصاد وشجعت على مبدأ الحرية الفردية ونهضت الاعتقادات الغيبية عن طريق دعمها للعقل واعتبرته معيار كل التحركات. وعصر محمد بن عبد الله كل هذه التحولات التي عرفتها أوروبا، فسعى هذا السلطان إلى التعامل مع أوروبا على أساس جديد يتحكم فيه، غير أن هذه الإرادة يقول المؤرخ المغربي عبد المجيد القدوري لم تكن لتضع حدا للموروث في هذه العلاقات التي تحمل في طياتها السلم والمواجهة. وإلى جانب المواجهات في الطغور طغت على المغرب وأوروبا على عهد محمد بن عبد الله مسألة القرصنة، والتي جعلها مؤسسة تابعة للدولة وحاول تسخيرها وتوظيفها في علاقات المغرب بأوروبا. نشأ السلطان محمد بن عبد الله وتربى في جو من الفتن والشدائد والتي عمت أرجاء المغرب، حينما استبد العبيد بالأمور وهدموا أركان الدولة، فصارت البلاد في حاجة إلى منقذ. ولعل هذا ما يفسر السهولة التي تمت بها بيعة السلطان محمد بن عبد الله. وتجمع المصادر المغربية على ميلاد الأمير في 4 ربيع 1334 بمدينة مكناس، وتربى تربية كانت مبنية على اللغة العربية وعلى المبادئ الأولى في الحساب، وكان يتدرب على ركوب الخيل واستعمال الأسلحة، وأنه كان يستعين بالعلوج أو ببعض المهندسين الأوروبيين في توسيع معرفته، كما علمته أيام الشدائد والفتن مكان من الضعف المخزن، فتعمقت في نفسه فكرة القيام بالإصلاح في المغرب حتى يتجاوز ما تسبب فيه عبيد البخاري من جور واستبدال، ويعد للمغرب الأمن وينشر العدل. ولهذا قام بإعادة إحياء هياكل الدولة على أسس جديدة، تمكن من تحديد معالمها الأساسية عندما كان ينوب عن والده في مراكش. وكان السلطان محمد بن عبد الله يتميز ببعد النظر في تسييره لأمور الدولة منذ أن كان نائبا على أبيه بمراكش وسوس، وأنه كان يرفض أن يخرج عن والده رغم محاولة الجيش عبيد البخاري إلى استمالته، وأنه كان يعرف كيف يستعمل الأحداث لصالحه، فكان يلجأ إلى المرونة واللين عندما يكون يعرف أن ميزان القوى ليس لصالحه. ومن خلال هذه التجارب عرف السلطان محمد بن عبد الله واقع المغرب
وحدود موازن القوى فيه، وكانت تجربته بأسف كعامل هامة جدا، لأنه مكنته من معرفة الرواج التجاري، فتكاملت له الرؤية واتضحت معالم مشروعه التجديدي الهادف إلى تجاوز الضغوط الخارجية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.